بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا رالي المغرب هو من أهم الراليات خاصة في بطولة العالم، وطبعا المنافسة راح تكون جدا شرسة بيني وبين الفرنسي سيباستيان لوب. طبعا الحمد لله أحرزنا هذا الرالي 6 مرات في مسيرتنا، ونتمنى إن شاء الله ونتطلع للمرة السابعة، خاصة هنا الانطلاقة في أكادير. طبعا أكادير معروفة بمنطقة سياحية وجميلة، وكل الشكر للمنظمين وللحكومة على هذا الاستضافة. وطبعا الصحراء المغربية راح تكون جدا صعبة على الكل، وخاصة المنطقة هذه راح تعتبر منطقة جديدة بالنسبة لنا، لكن إن شاء الله نتمنى التوفيق. وطبعا هو هدفنا إن شاء الله الفوز وتصدرنا لبطولة العالم قبل المرحلة الأخيرة اللي راح تنطلق بالأندلس إن شاء الله. وطبعا مثل ما قلنا رالي صعب، جميع المشاركين وجميع المتسابقين يعني يجهزون نفسهم للحدث الأكبر، هو اللي هو رالي داكار. وطبعا هذا أراضي المغربية من 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 أجمل التجارب اللي خذناها، وخاصة يعني نستفيد منها كثير، ونتمنى إن شاء الله التوفيق. وطبعا دعواتكم لنا إن شاء الله، وهدفنا هو الفوز بإذن الله إن شاء الله. طبعا رالي المغرب هو الجولة الثالثة من بطولة العالم، رالي مميز بتضاريس مختلفة وطبيعة أرض مختلفة. نوعدكم إن شاء الله منافسة جدا قوية، جميع المتسابقين جايين، منطقة جديدة ومسار جديد تقريبا على الجميع، ونوعدكم إن شاء الله منافسة قوية، وإن شاء الله نراكم على من الحمد لله. السنة اللي فاتت خلصنا في المركز الثاني، السنة هذه نوعدكم بالمركز الأول بإذن الله، وسلامة جميع المتسابقين، هذا أهم شيء. Ils ont pris beaucoup d'importance ces derniers temps. Je ne sais pas si vous avez vu, mais...